يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح هذا التفصيل في الشرك الأصغر بالنسبة لإبطال العمل؟ فمثلا إذا رأى في الصلاة كلها، إذا رأى في الصلاة كلها بطل عمله وصلاته، وإذا رأى في تزيين القراءة أو الإطالة في الصلاة بطل ثواب العمل هذا فقط، هل يصح هذا؟ هذا ما عرفناه من كلام العلماء. الرياء كله بأنواعه لا يجوز ويبطل العمل الذي خالطه. نعم.